قتيبة القاسم، سوريون مقيمون بالمغرب منذ سنة فاعلون في مجال حقوق الإنسان، بالنسبة إليه الوضع كارثي في بلاد الشام، فقد تجاوز ما هو سياسي وعسكري إلى ما هو اقتصادي واجتماعي. ترقب أمني وحالة طوارئ المواطنين وهلع وخوف كبير من احتمال أي تدخل عسكري خارجي، لأن الضحية بالنهاية هم شعبنا ونساءنا وأطفالنا. نتمنى أن ننجر إلى الحرب الأهلية وأن يتوقف العنف وتعود سوريا كما كانت وأفضل.